حلوه سهله مهله اقتصاديه وبزاف بنينه. واش نسحق فيها؟ عندي 250 غرام تاع مارغرين طريه، كاس تاع سكر كلاص، مغرفه تاع لافاني، نسيرهم ومن بعد نزيد قرصه تاع الملح، بعد نزيد حبه بيض وصفر حبه تاع البيض، نضرب الخليط تاعي بيان بالباتور حتى يطلع الخليط هدايا، ومن بعد نزيد له 2 مغارف كبار تاع كاكاو، نص باكي تاع خميره الحلوه، ونزيد ثاني 2 مغارف كبار تاع كاكاو محمص ومرحي، ونبدا نطم في لاطا تاعي بالفاينه حتى تشكل لي عجينه اللي تكون طريه. نحلها، نستعمل بابي سيليكون هذا ولا ساشي ولا بابي كويسون، نحلها بيان سمك تاعها يكون 5 مليمتر، ونطبع بها الطابع هذا اللي يجي مثلث. نطيب لي صابلي تاوعي على 180 درجه، ومن بعد نوجد هذا الخليط هذا اللي فيه كاس تاع فايتين مرحي او كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، كاس تاع نواط كوكو، وزوج مغارف كبار تاع كاكاو. نلصق لي صابلي تاوعي بالمعجون تاع تشينا، ونزيد ندخلهم في المعجون تاع تشينا اللي يكون خففته بشويه تاع ما وسخنته، ومن بعد نغطيهم بهذاك الخليط وزينهم كما حبيتو.